الأجهزة الذكية مثل السمارت فون، لأنه ممكن أنه نلاقي مثلا الرابط الإلكتروني الخاص بالموقع اللي نكونوا فيه، ولكن عموما هذه نجمو نديروها في طابلت ولا في الكمبيوتر. لكن إذا تحدثنا على السمارت فون صعيب أنك تفرق ما بين الرابط الإلكتروني وآخر. لكن عموما النصائح اللي نوجهها للمواطن هو أنه لازم ينتبه كثير وما ينسقش مباشرة وبطمع ولا بسهولة وراء هذا العروض المغرية أو العروض الاحتيالية أو الأسعار التنافسية، لأنه بمجرد أنه ينسق وراءها ممكن أنه يفقد بيانات شخصية، ممكن أنه يسلب له أموال، ممكن أنه خلال الاستلام أو التسليم يكون ضحية لاعتداء جسدي، يعني بسهولة راح يكون عرضة لأخطار. يعني دائما خلال التسوق الإلكتروني لازم يراقب نفسه، لازم يطلب في حال شك أو شكوك أو ارتياب لازم يطلب معلومات إضافية عن المورد وما يترددش، ممكن يتعامل معاه بطريقة تكون شوية يعني متماسكة. ممكن أنه يتفادى هذه الأمورات بتفادي الدفع الإلكتروني المسبق، ويفضل أنه يدفع الأموال بعد استلام السلع. ممكن أنه يتفادى الاستلام في مواقع مشبوهة أو معزولة وما إلى ذلك، حتى يكون هذا الزبون في مأمن. وكذلك احنا دائما نحبذ أنه يتعامل في إطار التجارة الإلكترونية مثل ما هو منصوص عليه في القانون 1805 المؤرخ بتاريخ 10 ماي 2018، اللي نص على أنه المورد الإلكتروني هو عبارة عن مورد افتراضي بمقابله كاين بالفعل مورد حقيقي جزائري أو غير ذلك، وتكون عنده معلومات حقيقية يقوم من خلالها المواطن بالاتصال بها، أو في حال تقديم شكوى يقوم تقوم مصالح الأمنية بتعريف هذا المورد. كذلك دائما في حال الخضوع للقانون التجارة الإلكتروني فيه عقد إلكتروني ما بين الزبون والمورد يحفظ حقوق كلا الطرفين. طيب نأتي إليك الآن سيد أمين بالخيري، ربما في حال ما تم تقديم الشكوى من قبل المواطن الجزائري كيف يتم رفع هذه الشكوى ومتابعة المتهم؟ كما سبق وأن صرح الزميل المديرية العامة الأمن الوطني خصت الرقم الأخضر 1548 حتى الصفحة الرسمية المديرية العامة الأمن الوطني، عندنا تطبيقة ألو شرطة لكي يقوم الناس اللي يتعرضوا لمثل هذه الجرائم بالتبليغ، بالإضافة إلى التقدم أمام الفرق تاعنا اللي راهي متواجدة على مستوى أمن كل ولايات الوطن. عندنا فرق مختصة في مكافحة الجريمة السيبرانية تحت إشراف المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية. احنا من هذا المنبر نقول لأي مواطن تعرض لعملية نصب واحتيال أو جريمة إلكترونية أن يتقدم أمام الفرق المختصة تاعنا. ماذا به كي يتقدم يجيب معاه بعض المعلومات بخصوص هذا الحساب أو الصفحة اللي قامت بعملية النصب عليه، نقولوا يجب لنا اسم الحساب أو الاي دي تاعو، بالإضافة إلى كان يتواصل مع هذا مسير هذه الصفحة أو الحساب يتواصل معه عن طريق الهاتف، تسمى يجيب لنا الرقم تاع الهاتف تاعو يسوف غارديه، لا ديسكسيون اللي كانت بيناتهم ثاني يعني كل الادله يجيبها معاه. بالاضافه الى ايضا الحساب البريدي وين فرسالو دراهم، ويتقدم امام المصالح تاعنا من اجل تقييد شكوى. احنا راح نسمعوه بالطبع على محضر شكوى، من بعدها نعلمه السيد وكيل الجمهوريه المختص اقليميا بهذه العمليه اللي تعرض لها هذا المواطن، يعطينا تعليم تاع فتح تحقيق، بعدها نقوم بالتحريات التقنيه لي زانفستيغاسيون تكنيك باش نلحقوا لهذا وراء من يسير هذا الحساب او هذه الصفحه. من بعد ما نلحقوا ليه عندنا عمليه نقوم بها هي عمليه التفتيش الالكتروني. نعم. باذن تاع وكيل الجمهوريه، لما نفتشوا نلقاو كل الادله نديروا الملف التقني مع الملف الاجرائي ونقدموهم امام السيد وكيل الجمهوريه.
مما شرحته لنا قبل قليل سيد أمين بالخيري، لاحظنا أنه ربما الجزائر تطورت في قطاع الجريمة الإلكترونية، يعني أصبح هناك ربما البحث، عملية البحث، عملية القبض على المتهمين. ما هي ربما أبرز العقوبات التي ستواجه المتهمين فيما يخص الجريمة الإلكترونية تحديدا التسوق الإلكتروني؟ احنا رانا نقوموا بالعمليه الاستباقيه. عندنا فرق مختصه في اليقظه التكنولوجيه، اليقظه التكنولوجيه على مدار 24 ساعة، نعينوا كل الافعال المجرمه التي تقع في الفضاء السيبراني، سواء افعال هادو النصب او احتيال او المساس بالامن العمومي او كل القضايا التي مجرمه وتقع على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل بيع سلع محظوره، بيع مواد صيدلانيه، بيع كل شيء محظور على الفضاء السيبراني. خصوص السؤال، احنا العقوبات اللي راهم يتعرضوا لها، كل قضية تتعالج على مستوى القضاء. احنا في النقطة تاع النصب والاحتيال عندنا المادة 372 من قانون العقوبات، تنص على انه كل شخص قام بسلب مبلغ مالي من شخص آخر عن طريق الاحتيال والنصب تصل عقوبة تاعه حتى 5 سنوات. طيب، سنستكمل نقاشنا فيما يخص إذن الوقاية من مخاطر التسوق الإلكتروني مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى الظاهرة الإخبارية، متابعة منا لملف الاحتيال والابتزاز الإلكتروني. إذن هنا في بلاتو الشروق الإخبارية نناقش إذن آليات حماية المستهلك أو المواطن الجزائري من مخاطر هذا الاحتيال الإلكتروني. نرحب بك من جديد حضرة الرائد فريد درمشي، المختص مكافحة الجرائم السيبرانية بقيادة الدرك الوطني. ربما هل يمكنكم أن تضعونا في الصورة حول آخر الإحصائيات التي تشهدها الجزائر اليوم فيما يخص الجرائم التسوق الإلكتروني؟ أكيد، وقبل أن نتطرق لإحصائيات راح نأكد أنه بسبب الإحصائيات والدراسات التي قامت بها قيادة الوطني في هذا المجال وهذا الأسلوب من الإجرام اللي انطلقت وقرت في الشروع في هذه الحملة التحسيسية، والتي ليست مناسباتية فقط، وإنما تم اختيار هذا التوقيت تزامنا مع نهاية السنة وكثرة العروض المغرية والتنافسية والاحتيالية في نفس صحيح. الوقت، لكن التي ستدوم على مدار السنة، لأن هذا النوع من العروض الاحتيالية راه موجود عبر كامل السنة وخاصة في المناسبات. وأؤكد لأنه بالنسبة للمصالح المختصة لمكافحة الإجرام السيبراني، فيه هناك أفراد مختصين يعملون 24/7 من أجل تصفح صفحات الويب ورفع كل ما يتنافى مع التشريع الجزائري، وتم نأكد أنه تم معالجة الكثير من قضايا في هذا الإطار، وخاصة التي تمس بعروض العمل التي لها علاقة بالشركات الكبرى من الجزائر. وفي آخر المطاف كان هو الهدف الرئيسي سلب المواطن البيانات الشخصية الخاصة به وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي واستعمالها لاحقا في أغراض احتيالية وأغراض ذات أخطار كبيرة. نعم. إذا تحدثنا على الإحصائيات، هي في تزايد مستمر، ولكن على سبيل المثال سنة 2022 تم معالجة ما يفوق 4000 قضية والمئات من القضايا في هذا الميدان، يعني ميدان النصب والاحتيال التي مست الكثير من المواطنين. طيب، ربما سيد أمين بالخيري محافظ شرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني، بلغة الأرقام، ما هي آخر الإحصائيات التي شهدتها الجريمة المعلوماتية بالجزائر؟ بالنسبة للقضايا المسجلة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص هذا النوع من الإجرام أي الجريمة الإلكترونية، نعطيك بعض الإحصائيات تاع السنوات الفارطة باش نلاحظوا ويلاحظ المواطن أنه هذه القضايا راهي في تزايد، باش ياخذ الحيضة والحذر في هذا النوع
من القضايا. نقول سنة 2000 على سبيل المثال، سنة 2016 كان عدد القضايا في الجريمة المعلوماتية 1055 قضية، في سنة 2017 كانت عندنا 2130 قضية، حتى لحقت سنة 2020 ل 5146 قضية سجلناها. بخصوص هذا النوع من تاع القضايا النصب والاحتيال اللي راه الموضوع تاع الحمله التحسيسيه تاعنا، في سنه 2016 سجلنا 28 عفوا عمليه نصب واحتيال، كان عدد المتورطين في هذه القضايا 40 متورط. هنا ما يدل على ان هذا الاحتيال لما يقوم به ما يقومش به شخص لوحده، في بعض الأحيان يكون إنسان هو اللي يدير هذا المنشور وهو من يسير هذه الصفحة، لكن عندما يضع الحساب البريدي اللي راح يتلقى فيه هذه الأموال يحط حساب بريدي تاع شخص آخر وسيط، يقول أنت تستلم الأموال وتدي مبلغ معين وتوفيني أنا بالمبلغ الآخر. دونك في بعض الأحيان نلقاو شخص شخصين ثلاثة وهم وراء هذه العملية الاحتيال، هم اللي يسيروا هذه الصفحات وهذه الحسابات الوهمية. في سنة 2016 كما ذكرت كانت عندنا 28 قضية، لحقت لسنة 2021 صرنا في 500 قضية، في 500 قضية عالجنا منها 448 قضية بنجاح. مع في 500 قضية كاين 448 قضية تم التوصل للفاعل واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه. نعم جميل جدا. ربما حضرة الرائد كسؤال ختامي لكم، ما هي أبرز النصائح التي تقدمونها اليوم إلى المواطن الجزائري ليتفادى الوقوع في إشكالية أو جريمة الاحتيال الإلكتروني؟ اولا قبل ما نحضروا على ابرز النصائح، يعني لازم نحضروا المواطن سواء قلنا تاجر او مورد، انه ابرز الاخطار حاليا في اطار التجاره الالكترونيه او التسويق الالكتروني او البيع والشراء عبر الانترنت حاليا، بعد انه لاحظنا انه فيه سلب اموال للمواطنين، المعضله الكبرى هي حاليا وصلت لحد الاعتداء الجسدي على المواطن وكذلك سرقة البيانات الشخصية. فيما يخص النصائح عموما، نحن نحث المواطن على أنه يحاول دائما التعامل مع منصات إلكترونية أو منصات تجارية تخضع لقانون الجزائري ولا قانون التجارة الجزائري، تمنح له عقد إلكتروني فيه يوضح كل الحقوق والواجبات والتزامات ومواصفات المنتوج هذا، كذلك التعامل مع المؤسسات التوزيع أو التوصيل التي لها اعتماد وسجل تجاري جزائري، لأنه من خلالها يمكن أنه يقدم شكوى، ممكن أنه يحفظ حقوقه، وفي حال الارتياب أو الشكوك نطلب من المواطن أنه ما يتسرعش ولا يلجأ مباشرة لعملية الدفع الإلكتروني المسبق، وكذلك عدم مهما كانت الظروف عدم الإدلاء بالبيانات الشخصية وخاصة بالرقم الخاص بالبطاقة الذهبية والرقم السري الخاص بها. كذلك في حال استلام السلع تجنب مباشرة استلام السلع في مناطق مشبوهة أو معزولة. طيب وفيما يخص ربما نصائحكم التي تقدمونها سيد أمين بالخيري، ربما نصائح خاصة في حال ما تعرض المواطن إلى ربما جريمة إلكترونية، يعني كيف يتوجه وكيف يتواصل معكم؟ نصائح اللي نقدموها للمواطنين، احنا كما ذكر الزميل النقطة الأولى عدم الإفشاء بالمعلومات الشخصية لأي شخص كان، حتى الصديق القريب منه ما يمدلوش المعلومات الشخصية تاعه. عندنا أيضا لما يتواصل معاه أي حساب وهمي، أي حساب مجهول، أي صفحة مجهولة المصدر ما يتفاعلش معها. لما يلحقوه روابط إلكترونية على أنه ربح مبلغ مالي أو لازم يدفع مبلغ مالي معين من أجل استفادة من مبلغ آخر، أو أنه هناك عرض عمل مغري ويدومونديو منه كي يدخل هذا الرابط باش يحط المعلومات الشخصية تاعه، يتجنب هذه المواقع هذه الروابط المشبوهة وهذه المواقع المشبوهة. لما يحب
يتحصل على أي معلومة يروح يتصفح لي موتور دو ريشيرش تما راح يلقى تما لي سيت اوفيسيال. بالإضافة هذا النوع من الإجرام تاع النصب والاحتيال تاع بيع وشراء السلع، احنا الكلمة اللي نقولوها للمواطن ما لازمش تدفع حتى تتأكد من المنتوج. ما لازم تدفع، مام إذا الإنسان قالوا أنا مانيش احنا بعت لك السلعة لو كان ما تدفعليش ما يدفعش، لأنه راح يكون عرضة للنصب والاحتيال. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كي يبعث له السلعة كاين دي فوا يجيبها لك تما كاين خدمة التوصيل، يقول له لا ليفريزون، كي يلحق عنده الإنسان الشخص هذا يعطي له السلعة هذيك، يقول له أنا سي جوست جبت لك السلعة، تما ما عندكش الدروا باش تفيري فيها ولا، أعطيني المبلغ تاعي ونروح وخلصني حق التوصيل ومن بعد شوف السلعة تاعك، تما ما مرتبط بالوقت يزربوا كما يقولوا، هو يروح يدفع المال ولما يدخل المنزل يفتح يلقى السلعة ماشي هذيك هي اللي كومونداها. دونك حنا نقولوا له لازم عليه يقتني السلعة من عند أشخاص عندهم سجل تجاري، عندهم محلات ثابتة، عندهم المعلومات الشخصية، ما يروحش يقتني السلعة من عند شخص مجهول. لما يروح يجيب السلعة تاعه يروح يتلاقى معاه يعطي له موعد في مكان منعزل أو يعطي له موعد ليلي، لما يروح يجيب السلعة تاعه يلقى روحه في عملية نصب واحتيال أو حتى في اعتداء جسدي. هذو هما بعض النصائح اللي نقدموها للمواطنين. وكما قلنا اللي يتعرض لهذا النوع من الإجرام عندنا الحاجة الأولى اللي قوم بها هي التبليغ على الخط الأخضر 1548، عندنا الصفحة الرسمية المديرية العامة للأمن الوطني، عندنا تطبيقة آلو شرطة، بالإضافة كما سبق وقلنا أيضا فرق مكافحة الجرائم المعلوماتية اللي راهي على مستوى أمن كل ولايات الوطن. شكرا لك سيد أمين بالخير محافظ شرطة بمديرية العامة للأمن الوطني، وشكرا لك فريد درمش المختص في مكافحة جرائم السيبرانية بقيادة الدرك الوطني على كل هذه النصائح القيمة التي شاركتمونا بها اليوم في الظهيرة الإخبارية.